لاباس عليكم بخير اموركم هانيه مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي يكون ان شاء الله اول فيديو ديال رمضان غادي نحاول انه نكون حاضره معكم دونك غادي نقول لكم قبل شويه على المونتاج لانه غادي كنزرب عليه بزاف وغادي نحاول انه ندير ما بجهدي ان شاء الله نشوفوا انه حاضر غادي يكونوا دي فلوغ غادي نشارك معكم هكا دي جورني كيفاش كندوزهم دونك قبل كل شيء غادي نعاود نقول لكم رمضان مبارك سعيد الله يدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه وباش ما كتمنوا يا رب مغفره الذنوب وصيام مقبول ويهز علينا هذا الوباء ويحفظ لنا كاع الناس اللي عزات علينا وصححتنا هذا النهار متحمسه وكل شيء دو جوغ دوزتهم هنايا في هاد لاشومبغ مع المعلميه وداك الشيء واخا ترى كاينين داك المونطر يمكن صراحه ما مليتيش صراحه حيت كلت مع المعلميه روحها ما فهمتش انت غادي تانستالاي خشي وغادي تجلسي بلاصتك وي مي سي بون صافي راها صافي سالات دونك منعاودش لكم مكنتش معاول انه الاول رمضان غادي ندوزو بهاد الروينه وبهاد الفضيحه اللي عندي في الدار انا غادي نفيلمها ليكم ما غاديش نصور لكم لي زيطاب ديال انا كنحط هنايا كنزيد هنايا كنشفف كنخمل كندير غادي نوريكم الحاله ديالها كيفاش دايره كامله ونعاود نوريكم الحاله ديالها كيفاش غادي تولي كامله باش من بعد نديرو انتقاليه الكوزينه باش نبدا لكم باول شومبر اللي جبدت لنا هاد التماره هادي كامله فوالا نعمل لكم ان بو بري لو روندو كيفاش داير مازال خصني نستف هادشي هذا كامل الخميره تركب المهم يتسح هادشي مزيان المهم نوريكم روينه باش تفهموا وتعذروني هاد النهار هاد انا كيفين كاينه نتوما دابا هذا ماجيني وهذا الكلواخ هانتوما عفاكم غندخل جبل اللي كاين هانتوما المهم ما تصدموش مي هذا هو النهار الاول ديالي ديال رمضان الحقيقه كيفاش غندوز لكم هادشي راه التقيت فيه وجه الله مي شوفوا فوالا راه فريمون الدنيا مروه جات عندي البارح شوف حطات حوايج دوشات المهم عندي ها انتم باش نوريكم الحقيقه اش الطبايع كلشي هادشي خصو يدخل لداخل شوفوا هنا شفتو الفضائح نكمل لكم اوبس ما نقدرش ندخل لكم هنا مروه ناعسه لا فيقت اليوم تنتاح دونك نخليوها وانتم تشوفوا بلوز او موان الدار كامله الوغ 1 2 3 غادي نمشي نجمعها واو 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 تنا ما نوريكمش البيت دابا لا تي عفاكم تقل الكاميرا صافي شكرا انا مروه ما غاديش نوريكم البيت لانه غادي ندير لكم الدور ديالو بوحديتو باش نعطيكم لو ديتاي وكلشي ولا بديتها من دابا الفيديو غادي تكون طويله بزاف دونك اليز نوريكم دابا الدار عفاكم كيفاش ولات الوغ فوالا ها نتوما لا شامبر صافي تجمعات في بلاصتها عرفتي تخي انفورماتيف ما كنتش غير بوحديتي جبت واحد السيده الله يعمرها دار هي اللي عاونتني سير الله ما كنت غادي نسالي بعدا دازا دابا راه الربعة ونص وبدينا هاد الشغل هذا تقريبا فوالا مع 10 ديال الصباح بحال هكا دونك فوالا ها نتوما الله يا خو لا شامبر تمايا اي اون دي كوا On dit quoi? Il y a deux punitions. On dit quoi? Alors que tu as fait le frigelé. On dit quoi? Voilà. Je suis là, 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 je طبلة تهرسات دونك هاد جوج رجلين ولاو مالاصقينش بغيت هذا هو لو غوغري اللي درتو في حياتي كامله وانا صوبت هاد الطبله هادي فهاد الصالون وحق الله فوالا المهم تما نشير الحوايج وكلشي وات از ذيس كوزينه دابا دايره بحال هكا دابا 4:30 دايره بحال هكا تسناونا نوريكم هنا المغرب كيفاش غادي تولي عقلوا على هاد الفوطو بالضبط المهم هادي الشفافه بقات هنا خصني نحيدها مبسوله الليمون خصو يتعصر دونك هنا حنا هنايا في الدار شنو غنديرو هو انه ورقه وستيلو غادي نفرقوا المهام بان نعرض عليكم غادي تضحكوا انا قلت لهم اجوا تاكلوا عندي كاملين فهمتوا يعني مرت لوسي لوسي ماما خوتي بابا كلشي كما اجوا تاكلوا عندي هادي هادي ولا هادي يلا لا مرحبا بكم يا بابا يا بابا
كاينه سنه ديال الخدمه عندها جات لعندي وما دافعش عليهم ما يعاونوني في طريقتي عرض عليهم ولكن دخلها معايا في الكوزينه بانت كيفاش المهم يلا 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 اللي عنده شي كوزينه يمشي لها يلا فات لي السوايع هذا راه طرم ديالي باقي لكم ثلاثه الزوايع اذا كل واحد غادي يدير مهمه ابتداء من يعقوب اللي غيعصر الليمون ان شاء الله هو اللي غدير العماره ديال البطوخ اللي كتعجبك كديرو ماما هذا هو الاجواء الرمضانيه بزاف رانيا قالت لينا عرفتوا شنو نديرو نديرو واحد التحدي اللي صوب شي بلا ولا غيغسل ليه الماء عند ديالو بشي قلنا سلام عندنا الفطور لا ما كنعرفش ندير تحديات حنا نصايبوهم من بعد ولا الفطور وما يغسلوا الماء يجمع الطبلة اييه جلسه مره واحده صح الرجاله شنو كيديروا ولا الفطور غسل الماء واش شريفه كل واحد غادي يجبد غيصوب بلا ديالو غيخلي بلاصتو زوينه ما نديروش المثل المشهور الله ينعل اللي خلى بلاصتو زينه يلا سير قال بلاصه زوينه دخلي تحبسي اول مره نحن متحمسين بعد 30 بعد واحد 20 يوم 20 يوم عطيك غير السيمانه الاولى اول يوم شنو الخدمه ديالو البيرو ديالك شنو البيرو ديالك شنو البيرو ديالك غتعصر الليمون داكوغ وانا فيهم تهذا كلشي غادي يعصر انا نعطيكم ليطا دافونسمون رانيا صوبات الخضره قطعات وكلشي صافي دابا غادي نصبوا لاصو خضيره سامبل كاع الخضره كنخلطوها يعقوب هنايا مع الليمون ها هو هذا كاس وكيل احنا في الجبال مروان ها الخليطه ديالو هذه هي اللي كديري دائما ماما خالتي القرعه هنايا مفكوكه خضره القرعه باردون الخبز محكوك فلفله مقطعه رقيقه بصل مقطعه رقيقه مروان صافي غير هادشي ياك غادي دابا غير العطريه صافي العطريه وتحقر هادشي بلا ما يطيب واحد الشيء بزار شنو اخر بزار الملحه التحميره كمون وربيع كمون شويه كنا شويه صافي هو اللي غيتكلف بها غادي يطيبها انايا عجنت بالطبق ديالي دونك هادي باش غادي يعمر مروان هادشي هذا اللي ديالو وعاد ندير العجينه الثانيه تاع البطبوط ديالي فوالا مروان تماش كديري كنحافظ على المقاوه ديال الكوزين فوالا الله يعطيك الصحه شكرا خصني نقول لكم بانه ليكيب عندي كتحس بواحد الفيختي واحد الفيختي كبيره انه الكوزينه مازال منظمه مروان ديجا حط داكشي ديالو يطيب سي بون العماره يعقوب خرب يسالي الليمون واقف عليه باش كيبدا يخولي هذيك ديال العصره الليمون رانيا وفينا غتشرفنا ختمه فيا اللي بقى يدير لك عطي الفلو بزاف بزاف عليا الخدمه مروه دونك هما بجوج كيصايبوا دابا العماره ديال الخبيزات انا حطيت ديجا زعما عجنت وصافي حطيت الخبز تخمم ايه الحمد لله ماما حنا غاديين صافي بركه على هاي صبري قالت لي رقي بزاف دابا انا مول فاش نديرو راه لا لا خصك توريهم بانه حنا كنا متحمسين بدينا ثلاثه السوايع حنا ربعه بينا مروان سخن علينا صافي من بعد هرب كنا حنا واحلين ايوا حصه ولا ثلاثه عندنا شحال حنا في الكوزينه لا لا انا في الدقائق الاخيره خمسه 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 هادي
لا كريم دو لا كريم دو لا قهوة. هذه لا كريم دو لا كريم دو لا قهوة. وي يا سعيد. عطا عطا. نسيتي فيها. مزيانين ولكن واش هما اكسبري كيحط لنا زعما فاس كاميرا صورت لكم هما شنو تيديروا عاش كيفاش زعما هذا النهار ما يمكنش ما يمكنش صراحه ماشي غير انا شي عندها بزاف داز ترو شارج ندير بوز غادي نمشي ندير اون دوش والله نرتاح فيها مزيان 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 اي نرجع ندوي معاكم نتعاود معاكم واحد شويه فريمون ارتاحي تطلقت لي السخون مزيان 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 حسيت بحال شي حاجه كنت هزاها في كتافي وحيدتها باش غادي نستعمل هاد لوشون كابيلير اونتي شوت واخداها من عند everything جيجي دونك كنديرها دوبي شهر صراحه ديال الوقت يعني دابا كنكون خرجت من الدوش ريحتها زوينه غادي ندوز دابا لا بارتي اللي كتعجبني بزاف سي سكين كير روتين دونك فريمون بزاف منكم تيسولنا اشاك فارا وعاش وكدير لي برودوي ديالك شنو ممكن تستعملي وجهك هذا ديما كنقولها لكم بانه انا تالمون كندير الماكياج وكيعجبني الماكياج كفوجي كنتهلا فيه افون زعما ماشي كندير ليه لا روتين يعني بزاف ديال الروتين وكل روتين كنطبقها على حسب لو بوزوان ديال الوجه ديالي مي راني فرحانه لانه رجعت واحد لابوس نيتوايون طون سيليكون ديال مارك فوريو اللي كنت كنستعملها من 2018 وفي 2020 كانت ديشارجات لي مع ديميناجمون داكشي كانت تفضل لي لها لوكاب دونك هي هادي المهم الناس اللي متبعيني في الحياة غيعرفوني علاش كندوي فغيمون واحد لابغوز مانيفيك فغيمون زوينة اي سيت فواسي جو غوسوا لا نوفوتي ماشي أول مرة غادي نستعملها لأنه هدي القديمة اللي كانت عندي مكانتش فيها هاد لابغتي هادي بعدا ديجا ما سونتر فيرمي سونتر داكشي سي اون بغوز لي سمارت كتكونيكتا في التليفون ديالكم ابخي كتولي توريكم الطريقة باش ديرو اون فيت لو نيتواياج و لو ماساج هادشي كامل غادي نشاركو معاكم دونك أول حاجة غادي ندير هو بعدا ديجا نفزك الوجه ديالي ونفزك ما فوقيو وجهي فازك مالونا فازكا غادي ندوز نستعمل هاد لوسوان هذا نيتوايون دونك خاص بجميع انواع البشره هو اللي غادي ندير دابا دونك لو بوت ديالو انه يعطي نيتواياج لا بو حيت لي زانفلوغ داكشي كامل دونك غادي ندير لنا واحد شويه اي ابري غادي ندوز على وجهي سمعت الصويت هاد البلساسيون هادو اللي كيعطيو ان فيت اللي كيعجبني في هاد لابغوز هادي بزاف 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 لانه كيف قلت لكم عندي قصه طويله مع لاميني هو انه ديجا اون سيليكون راها اون سيليكون دونك ما كتجمعش لي باكتيري من هاد الناحيه زعما تكون مرتاحين سهله في لابليكاسيون ديالها بعدا ديجا سهله في الغسيل ديالها في النيتواياج ديالها اي احسن حاجه انك دير النيتواياج بروفون دونك فريمون تحس بواحد الفرق كبير ما بين قبل وبعد سي فري كو لو بري ديالها شويه طالع الثمن زعما باش ما نكذبوش لو بري ديالها طالع مي سا فو لا بين زعما عندكم ديجا اون غارونتي 2 وي اي كتستعملوها صباح وعشيه دونك كترجعوا الحساب ديالها اي او ميم طون دونك عندها دو كوتي كيف قلت لكم ان كوتي نيتواياج اي لو كوتي الاخر دونك ماسون غافيرميسون ايتترا Voilà, donc, من بعد انا غادي نستعمل ان غوماج خفيف بحال هكا نشري نرجع لكم الوغ دابا غادي ندوز ناخد هذا اسي كلير دونك كنستعمل هاد التونيك هذا دائما الوقت اللي كنغسل الوجه ديالي دونك ما كنخليش الماء هكاتنيش مع وجهي كنت كنستعمل واحد مانيفيك هذا مي تسالى ليا الوغ ناخد القطن الوغ هذا هو اللي غنستعمل فني ساليت غادي ندوز لابارتي ماساج هنايا دونك غادي نخدم هاد لابارتي هادي التانية ماسون غافيرمي سونتر غادي ندير لو برودوي اي نكونيكتيها مع التليفون فوالا لو سيروم اللي غادي نستعمل نيس ديال لا مارك فوريو دونك هذا سي سورتو هيدراتاسيون فيه لاسيد ياليورونيك باش يعطيك ان افي ليس لابو ديالك دونك انا غنحلو نخليه من الداخل ها كيفاش دايره القريعه
فوالا دونك انا غادي نمشي دابا للتيل فوالا هنايا بالضبط اي غادي نكليكي على كومونسي لو ماساج هاهي هنا انا خصني نقرب لاباري ونشعلها باش تكونيكتا دونك فوالا ها هي تكونيكتات حاجه واحده اخرى ما دويتش لكم عليها هي انه اون فيت في لاباري في لابروس يمكن لكم انكم نتوما تحددوا لانتونسيتي ديال لو ماساج ولا النيتواياج الوغ انا غادي نابليكي هنايا لو سيروم دونك كنكليكي عليها ديريكت كتبدا شويه بشويه غادي نولي نجهد في لانتونسيتي ندير لكم كونتور هنا فوالا والله لا اكسبيريونس زوينه ما اسكو شفتوا ليكلا اللي كاين في الوجه ديالي مع هذا لو سيروم واو عرفتو كنحس بانه وجهي سخن غنبقى ندير هاد لو ماساج شاك جوغ ونشوفو ابو دو 30 جوغ ديال رمضان كي غيولي الوجه ديالي واش غادي تكون ميم aussi chez définition donc à part لانه هاد ديال الماساج اول مره غادي نستعملها في لابروس صراحه قبل ما كنتش كنديرها علاش لقيت ميقطات مشيت كنزيد نتفقه مزيان في لابليكاسيون جي تروفي بلي كان واحد لابارتي اللي هنايا فيها تريتمون هنايا من كليكيت عليها من كديروا تريتمون عندكم هنايا انواع ديال الماساج اللي بغيتوا ديرو اوكي دونك على حسب نتوما شنو بغيتو الوغ اجي نشوفو ندير واحد الحلقه ديال نديرو كونتور كريزي الوغ تيليشارجمون دو تريتمون غادي تيليشارج هنايا غادي نطبقو معاكم الوغ فوالا لو تريتمون كومونس اكزيرسي بريسيون دوس سور دوطر بوين اوتور دو لا بوش اي سور لا جو انسويت فيت غليسي لاباراي دو مانتون فير لوراي Placez l'appareil sur le côté du nez, puis faites-le glisser des pommettes jusqu'à l'oreille. Répétez ce mouvement trois fois. À partir de là, déplacez l'appareil le long du nez au-delà de l'œil, puis faites-le glisser sur le front vers la racine des cheveux. Répétez l'action sur le front cinq fois pour aider à raffermir la peau. Ensuite, placez l'UNA 3 sur la partie externe du contour de l'œil et déplacez l'appareil trois fois vers l'extérieur. Placez l'appareil sur le dessous du côté gauche ou droit du menton, puis faites-le glisser lentement le long de la mâchoire inférieure vers l'oreille. Répétez cette technique trois fois. Les pulsations de précision T-sonique aideront à tonifier et à raffermir l'ovale inférieur du visage. Franchement, je méritais la séance dédiée le massage. Demain, on dira un massage d'autre. Mais voilà, je suis contente de vous. Voilà, je dirais d'une seule là. À fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Bon, d'abord, je suis Selina Forio, contourinia. J'hydrate, fumée, neige. دونك هذا اللي غادي نستعمل ديال لا مارك لا نيج شكروه ليا بزاف اللي خديت من عند جوا بوكس فوالا اي سي بون دونك شاري صراحه ما غاديش نشوف غنخليها كينشف في الهواء الطلق شي دابا لبس بيجامتي yeah.
Bon, best pigeonti, Raya. En blanc, en blanc, en blanc. هذه كنت خديتها من بريمارك. الله غاش نقول لكم بون نضغ الصراحه انه ندير الريحه قبل ما الناس عندي مقابله فوالا هذه ايريزيسيبل ديال جيفانشي احلى فنه فلامبير دي زوينه كنت خديتها من عند ميك اب دو لوكس بون شوفوا ما نكذبش عليكم بانه ما كنتش متوقع ان الاول ديال رمضان غادي يدوز عليا بحال هكا نورمالمون تيدوز شويه صعيب مع هاد المره كنت انا اللي قلبت على تماره كيف شفتوا كانت الدنيا مرونه 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 ديال بصح غزمون كالسيده فوالا عاوناتني ولكن ابري فوالا الفطور من دخلت ليه كانت لا فامي شويه دونك تعاوننا كاملين مالغري انه ما جبناش الوقيته هي هذيك زعما ادنات حنا المغرب وحنايا مازال في الكوزينه مي بون سي با غاف دخلنا معطلين فريمون دخلت معطله لانه ساليت التخمه ديال الدار معطله وجافي با اونفي انه رمضان الاول يدوز النهار ديالو والدنيا حالته بحال هكاك جيسبر انه لا فيديو تعجبكم انا غادي نوريكم لا كوزين كيفاش دايره لاباس عرفتش شنو ما عندنا ولا لا دابا كول هنا ما تلونساتش خصني نقلب هادي هكا بون نورمالمون خصني ما عليه شنو ما كاينش لا والو سي بون ديريكت نبدا البرودوي نعمر زيت البرودوي هنا شنو ندير هذا هي ندير هادي انا صافي ظهري تقسم وعلى البنات كانت هذه هي الفيديو ديال هذا النهار كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم انا صورت لكم النهار الاول كيف داز ما بغيتش نزوق عليكم ولا نغفل عليكم ولا نكذب عليكم فوالا فطرنا تقريبا شحال ربع ديال الفطور انا في الكوزينه ايت الخرات حنا جلسنا في الطبله اي فوالا دونك لا رياليتي ديال هذا النهار بصح حنا جيسبر انه ما نكملوش رمضان بحال هكا دونك فوالا نقول لكم رمضان اي صافي صافي رمضان كريم ما تنساوش انكم ديروا سبسكرايب وانكم ديروا تفعلوا الجرس هكا باش توصلوا باشاره انه حتى الفيديو الجديد خاص من فين هو اه مازال او كيف ديما غادي نقول لكم بيزوات